حياكم الله مشاهدينا الكرام. انخفضت مبيعات البنك المركزي العراقي من العملة الأجنبية لتسجل 208 ملايين دولار. وذكرت مصادر صحفية أن البنك شهد في أثناء مزاده لبيع وشراء العملات الأجنبية انخفاضا في مبيعاته لتصل إلى 208 ملايين و 695 ألفا و 875 سنتا، غطاها البنك بسعر صرف أساس بلغ 1460 دينارا لكل دولار واحد، وذلك مقارنة بيوم أمس الاثنين إذ بلغ حجم المبيعات 212 مليونا و 169 ألفا و 438 دولارا. قد شارك في مزاد العملة 34 مصرفا لتلبية طلبات تعزيز الأرصدة في الخارج و15 مصرفا لتلبية الطلبات النقدية، فضلا عن مشاركة 24 شركة صرافة. انخفض سعر خام البصرة الخفيف بالتزامن مع انخفاض أسعار النفط العالمية، في حين ازداد سعر خام البصرة الثقيل بشكل طفيف. وقد سجلت أسعار خام البصر الخفيف المصدر إلى قارة آسيا 71 دولارا و69 سنتا للبرميل بانخفاض بلغت نسبته 0.22%، في حين ارتفع الخام الثقيل إلى 67 دولارا و68 سنتا للبرميل بنسبة انخفاض بلغت 0.10 درجة مقارنة بيوم الخميس الماضي. حذر المستشار المالي في رئاسة الوزراء مدبر محمد صالح من أن العراق بات أمام مفترق طرق كبير بشأن محاولة التغلب على مصادر تمويله الريعية الاقتصادي. وقال إن القوى العاملة التي يشغلها القطاعان الزراعي والصناعي التحويلي تأخذ قرابة 37% من قوة العمل العراقية البالغة حاليا نحو 10 ملايين نسمة، بينهم 1.5 مليون عامل عاطل فعلا. وأوضح مضر صالح أن مساهمة القطاعين الزراعي والصناعي في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لا تتجاوز 14%، ما يعني أن 86% من النشاطات ترتبط بقطاع الخدمات، وهي خدمات أغلبها ضعيفة الصلة بالنشاطات المنتجة الحقيقية، ولا سيما القطاعان الأساسيان الزراعي والصناعي والتحويلي. أفاد تقرير لشركة وود ماكنزي للدراسات والاستشارات بأن اكتشافات تركيا الأخيرة من الغاز الطبيعي تكفي لسد حاجة البلاد من الطاقة مدة 12 عاما. وأضاف التقرير أن اكتشافات الغاز الطبيعي الأخيرة تعزز قوة تركيا في مفاوضات توريد الغاز الطبيعي عبر الأنابيب مع كل من روسيا وإيران وأذربيجان. وتوقع التقرير أيضا أن تكتشف تركيا كميات إضافية من الغاز الطبيعي في أثناء المدة المقبلة. وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أعلن اكتشاف 135 مليار متر مكعب إضافي من الغاز الطبيعي قبالة سواحل بلاده في البحر الأسود، ليبلغ بذلك إجمالي احتياطي الغاز المكتشف بالمنطقة 540 مليار متر مكعب. واصل قطاع النفط خسائره بعدما سلطت بيانات صينية الضوء على القلق إزاء هشاشة التعافي العالمي للطلب على الخام والوقود، فقد هبط خام برنت 49 سنتا ليبلغ 71 دولارا للبرميل بعدما فقد 0.16 درجة من قيمته، في حين هبط الخام الأمريكي 44 سنتا ليتراجع إلى 68 دولارا و 79 دولارا للبرميل في الجلسة السابقة. هذا وهبطت واردات الخام الصينية 14% و 16 درجة في أيار الماضي قياسا بالعام الماضي، وسجلت الشحنات التي تصل يوميا أقل مستوى لها هذا العام. نهاية الموجز الاقتصادي لدقائق.